بدون ما تفلسف المحنك المصنف بينهم لعنة بدمهم الأحرف وأنا الأضعف ليش بعينهم مستهدف حاط نقاط على حرف الأضباب دهاء أخطف دكتور ريمات مستوصف دواعة هات بصرف شواري نظف فكر قذر مو متسبح عقل مخرف حيل متمسح ما هو مفتح راح أسقى أرمان دونكك شرف لك أنطقه ذات منحدر هذا سهل منحدر أقدر أتسلقه جوك دمي راقح عرفت شنو سبب هالمرض تبتف من اسمي وتحدد للناس غلط من قهر من كسر والعذر خصمك زكع يلو خصمك قوي بتدفن نفسك قبل ما تنسب تقول ضحيت وبمسكون مو كنا نك القديم وانت قلت بنفسك ما تعرفني يا غبي بهيم صرت بدسك خلت له هيبه وطعم شي اكيد ولا دسك نفس كرش بقسام شحم غير مفيد مسبب اغضب برودي حق عداي دامهم نبتعد اتعامل معاهم بشكل استهزائي طب الانثى فيها حسد لا نهائي والدليل الصنف النادر طلع الوصف نسائي مسبب اغضب برودي حق عداي دامهم نبتعد اتعامل معاهم بشكل استهزائي طبع الأنثى فيها حسد لا نهائي والدليل الصنف النادر طالع هو صنف نسائي مدحتك وهاجمتك انت بنفسك قلت فيني حكمة لوني مو محنك ليش تنهار من كلمة صدمة خذ اطراك صار بيحلق ببلاش للناس حجك تحلق شنب بس انا بلعك الأمواس على سالفة الاشتراك شلون الناس قاعد تلقي وجمهورك ينتظر مني اي تراك ناز نار زاد اشتراكات قناتي وانا بدعت بتراكاتي ما اعتمدت على دساتي ارجع للماضي بتلاقي دي او دي ناس اسسها يوم كنت تسمع لنا وانت طالب للحين بالمدرسة وتسب الراب الكويتي عشان تنشهر ما حد يلقي كويت غير صاعدين والمشكلة منهم تنحشر ملحوش يبي دوس نقام على نت سيدوس يتكلم عن الاشناب وهو حاك شنب اموس وصلنا المرحلة بس الرابر لما ينزل تس قبل ما يدس خصم ما يدس نفسه من غير لا يحس مسبب اغضب برودي حق عداي دامهم نبتعد اتعامل معاهم بشكل استهزائي طبع الانثى فيها حسد لا نهائي والدليل الصنف النادر طلع الوصف نسائي مسبب اغضب برودي حق عداي دامهم نبتعد اتعامل معاهم بشكل استهزائي طبع الانثى فيها حسد لا نهائي والدليل الصنف النادر طلع الوصف نسائي